السلام عليكم ورحمة الله، أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير وأفضل حال. جالكم فيديو جديد، جالي سؤال: كيف تكون في معية الله عز وجل؟ وإحنا بصراحة يعني كلنا محتاجين للفيديو ده إن شاء الله. إزاي نكون مع الله عز وجل؟ معانا شوية أعمال إن شاء الله نعملهم هيساعدونا إن إحنا نكون مع الله عز وجل. أول حاجة الالتزام بالقرآن الكريم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وهنقول إزاي دلوقتي. تصديق كل ما ورد في القرآن الكريم وفي سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، يعني ما نبقاش احنا بنصدق كل شيء في كلام الله عز وجل بس بنعترض على آية معينة، لا، احنا بنصدق كلام الله عز وجل كله بأنه يقين لا شك فيه، ما فيهوش أي شيء. الامتثال لأوامر الله عز وجل ولأوامر نبيه صلى الله عليه وسلم، واجتناب أوامر الله عز وجل، نواهي الله عز وجل، اجتناب نواهي الله عز وجل واجتناب نواهي النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنا حديث احفظ الله يحفظك إلى نهاية الحديث، هنحط يا أحبابي كل الأحاديث والأدلة مع نفس الدول وصف وأول تعليق مثبت بإذن الله عشان ما نطولش الفيديو. طب ايه يا نود الامور اللي تعين العبد على انه يكون مع الله عز وجل؟ زي ايه؟ تقوية الايمان وتمكينه داخل النفس ازاي بقى؟ بالاقبال على الطاعات واعمال الخير، ان احنا نقبل على الطاعة يا احبابي. ايه كمان؟ الاخلاص في التقرب الى الله عز وجل. انا مش بمسك المصحف واقرأ فيه قدام الناس عشان يقول نودي قارئة او حافظة لكتاب الله، انا مش بروح للمسجد وبصلي عشان الناس يقولوا عليا ده ملتزم وبيصلي، انا مش بطلع صدقات عشان الناس تقول عليا ده بيتصدق، مش بروح ازور المرضى عشان بيقولوا ده ما بيسيبش الناس، لا، بيكون نيتي خالصة لله عز وجل. ايه كمان؟ التطلع الدائم لنيل اعلى الدرجات في الجنة. ساعة فاضية فيها دلوقتي نودي في الشغل، امسكي مصحفك اقرأي، شوفي كتاب جديد حاولي تتعلميه، اسمعي لشيخ وتحاول انت تلتزم المقطع ولو 10 دقائق يوميا. فاحنا بنتطلع دايما للشيء الجديد في ديننا، وطبعا مش جديد بس احنا بنحاول احنا اللي نجدد معلوماتنا، احنا اللي ما عندناش معلومات فاحنا عايزين نزود معلوماتنا باشياء جديدة احنا ما كناش نعرفها. تمام يا احبابي، يبقى التطلع الدائم لنيل اعلى الدرجات في الجنة، انا هتعلم الكتاب الجديد وهعلمه لغيري عشان ازود درجتي في الجنة. ايه كمان؟ الاقتداء بالصحابة رضي الله عنهم وبالتابعين وبالسلف الصالح والتأسي بهم، نشوف الصحابة كانوا بيعملوا ايه ونعمل زيهم، نشوف السلف الصالح كانوا بيتقربوا لله عز وجل ازاي ونعمل زيهم. انا هصلي السنة الفلانية عشان الصحابة كانوا بيعملوها اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. للأسف يعني في ناس تقول انا مش هصلي السنة اصلها سنة، وسبحان الله الصحابة كانوا بيصلوا السنة عشان هي سنة، كانوا بيفعلوا السنة عشان هي سنة عشان يكونوا يعني اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لكن احنا نسي يقولك انا مش هصلي ركعتين دول سنة، يعني مش فرض مش لازم، لا يا احبابي احنا نحاول نلتزم بالسنة. تمام، لان هي اصلا بتخلي يعني ايه من الحاجات اللي بتعيننا ان احنا نتقرب لله عز وجل. تمام، ايه كمان؟ استثمار كل دقيقة من شأنها تزيد المخزون الايماني، تزود الايمان الداخلي عندنا يا احبابي. وكمان ايه؟ الحرص على الدعوة لدين الله عز وجل ومحاولة نشرها على قدر الاستطاعة. طب اعمل ايه يعني يا نودي؟ يعني انا زي ما قلت لكم دلوقتي انا مثلا في شغلي اهو دلوقتي حالا كده عندي ساعة فاضية، امسكي المصحف شوفي الورد بتاعك اليومي سواء قراءة او مراجعة او حفظ جديد، لو معاكي نت مثلا او انت منزلة دروس على الموبايل اسمعي لك مقطع لاي شيخ. ذكر الله عز وجل لا بيحتاج وقت ولا مجهود ولا امكانيات ولا اي شيء، مش بيحتاج اي شيء، شيء سهل جدا لكنه يعني بيثقل الميزان سبحان الله. نجيب كتاب ونقرا وانا قاعده كده، لو معايا صديقه اتكلم معاها في الدين بدل ما اجيب سيره حد. طيب انا هدعي يعني هحرص على الدعوه لدين الله عز وجل ازاي يا نودي؟ بلبسك المحتشم، انت لو لبستي واسع وواحده لبسها مش كويس بس شافتك ان انت شيك على الرغم ان لبسك واسع، ما هو البنات بتحرص على ايه؟ للاسف يعني احنا في وقت دلوقتي ان ممكن واحده انا مش هلبس واسع عشان بيبقى شكلي وحش في الواسع، فانت تحاولي تخلي نفسك نظيفه رغم لبسك الواسع وشكلك حلو رغم لبسك الواسع، انت بتدينك شكلك جميل.
عشان غيرك تقتضي بيك وتحب اللبس والتدين والالتزام. فصديقتك مثلا بتلبس ده بتلبس بناطيل، واحده بتحط ميك اب وداخل علينا الزميله لينا مثلا في الشغل، فايه الحلاوه دي؟ ايه الجمال ده؟ لا يا احبابي انت كده بتساعدي على نشر السيئه والعياذ بالله. بصي انت جميله بس هتكوني اجمل لو لبستي مثلا عبايه او جيبه واسعه مش بنطلون ضيق، وكمان هتحافظي على نفسك ان محدش يبص لك. فانت كده بتحرصي ان انت بتساعدي على الدعوه الى الله عز وجل، وبتساعدي على انتشار سواء بلبسك انت، ان انت شكلك جميل رغم ان انت لابسه واسع، ان انت تكوني منظمه، ما تكونش يعني ممكن تلبسي لون مش لايق على لون. احنا بقى مش هندخل بكل حاجه دي، بس احنا بنقول مثلا يعني ايه كمان ازاي هتحرص على ده. انت اعمل ما صديقتك في الشغل الظهر جه عليكم وما انتوا شغالين اهو قاعدين اهو، صلوا واحده ورا الثانيه، لو في فرصه تصلوا مع بعض صلوا. سين من الناس مثلا بتصلي الضحى، فانا شفتها فهصلي زيها، هتشجعني، فده حرص على الدعوه. يعني بتكون نيتك ان انت بتصلي في الشغل من جنب زميلتك بنيه ان انت بتادي الشيء ده التقرب لله عز وجل، وفي نفس الوقت بنيه ان انت تدعي بدون كلام. يعني انت بسبب فعلك ده دعيت غيرك ان هي تعمل الطاعه دي. تمام يا احبابي، الحرص على اتخاذ الصحبه الصالحه فهي المعينه على الطاعه والثبات عليه. الصحبه الصالحه يا احبابي، احاول اشوف واحده امشي معاها تكون بتلتزم بالصلاه، تكون ما بتسيبش ورد القران، تسمعي لها وتسمع لك، تقولي لها انا سمعت الشيخ الفلاني النهارده كان بيقول كذا كذا، وهي برضو تسمع مقطع وتيجي تحكي ليكي. فالحرص على الصحبه الصالحه يا احبابي بتزود الايمان عندنا وبتزود تقربنا لله عز وجل، فهنكون في معيه الله عز وجل. تمام، الاكثار من فضائل الاعمال الصالحه، نشوف ايه افضل الاعمال الصالحه أنا زي ما قلنا الذكر، القرآن، وهكذا. الحرص على قيام الليل، أنا مش عايز أطول الفيديو على قدر المستطاع عشان الناس أصحاب البقاء. الحرص على قيام الليل، ما يكونش قيام الليل عندي مجرد حاجة بأديها وخلاص، لا، زي ما قلنا إن دي برضو النقطة اللي فوق اللي قبلها اللي إحنا قلنا إيه، بنكون عندنا إخلاص في التقرب لله عز وجل. أنا بصلي قيام الليل بس بنية خالصة للتقرب لله عز وجل، مش بقيم الليل بس عشان الدعوة الفلانية تستجاب، إن فلان الفلاني يكون من نصيبي، إن ربنا يوسع لي رزقي في حاجة في كذا عشان أجيب لبس ومعرفش إيه برق، لا، أنا بحرص على قيام الليل بنية التقرب لله عز وجل، كما كان يفعل النبي والصحابة رضي الله عنهم. تمام يا أحبابي، تلاوة القرآن الكريم، في ناس يعني ممكن تقول ايه انا بقرا بس، ما تستهونش بتلاوه القران الكريم. يعني زي كان في قصه كده بيقولوها اللي هو اب طلب من ابنه يجيب في السله سله مخرمه يجيب فيها ميه يملاها ميه، فبقول له يعني يا والدي يا ابي السله مخرمه يعني مش عارف اجيب فيها ميه، فقال له اسمع كلامي وروح جيب فيها الميه. فيروح يجيب فيها ميه، على ما يوصل لوالده تكون الميه خلاص نزلت، يروح تاني ويجي لوالده يا ابي مش عارف اجيب ميه السله مش هتجيب ميه، فبقول له بس اسمع اللي انا بقول لك عليه، بس السله دي ما كانتش نظيفه، بعد كام مره رايح جاي رايح جاي يجيب فيها ميه، السله حصل لها ايه؟ نضفت وبقت جميله خلاص، ما بقاش فيها اي اوساخ. فهو نفس الشيء طبعا، المثل يعني بسيط بس لتقريب المعنى. انا بقرا قران، بقرا كلام الله عز وجل، انت حاسس ان انت يعني مش بتدرك شيء، يعني قراءه وخلاص، يعني ايه الجديد؟ ما استفدتش بان انا حفظت مثلا او ان انا اقدر اقول الايه قدامها، بس كثره قراءه القران الكريم هتنظف قلبي وتنقمني الذنوب، وهتجعلني يعني عندي التحفيز ان انا اقبل على الطاعات وان انا اترك ذنب. هتقول ايه؟ يعني انا كنت لسه بقرا في كتاب الله عز وجل واروح اشغل اغاني؟ يعني انا لسه كنت بقرا في كتاب الله عز وجل هروح اسمع المسلسل الفلاني؟ وصلت كده يا احبيب؟ فده المقصود، كثره تلاوه القران الكريم هتنهك عن ذنوب كتير وهتخلي عندك حرص على الاقبال على الطاعات. تمام يا احبابي، فدي كانت حاجات بسيطه جدا، اسال الله عز وجل يعني تكون افادتني وافادتكم ان شاء الله. فيديوهات كتير المرات الجايه ان شاء الله، وفي انا عارفه ان في موضوعات كتير مطلوبه مني ان شاء الله هعملها لكم، بس ادينا بنرجع على قدر المستطاع خطوه خطوه. اسال الله عز وجل ان يتقبل مني واياكم، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمه الله.